رفع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسماءيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، وإلى العائلة الملكة الكريمة وحكومة وشعب مملكة البحرين بمناسبة احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية. وعرب المجلس في جلسته الاعتيادية التي انعقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس عن تمنياته لمملكة البحرين بدوام العزة والرفعة والرخاء والاستقرار، ولشعبها الوفي بدوام المحبة والوحدة والوئام، وأن يديم الله عليها أفراحها ونماءها وازدهارها في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله. وبمناسبة يوم الشهيد أكد المجلس أن الاحتفاء بالشهداء واجب وطني والتزام أخلاقي يرسخ في النفوس قيم التضحية والوفاء والبذل والعطاء، مستذكرا بخالص التقدير والإجلال دور شهداء البحرين وتضحياتهم الوطنية الكبيرة في سبيل أمن البلاد واستقرارها ونمائها وتقدمها وازدهارها. واختتم المجلس جلسته باستعراض الرسائل الواردة وبحث ما يستجد من أعمال واتخذ بشأنها ما يلزم من القرارات.